السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. مع اقتراب نادي نيوكاسل يونايتد من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وتعويلهم على سوق انتقالات صيفي قوي للغاية، ها هو نجم نادي ليفربول وأستون فيلا السابق ستان كوليمور فريق نيوكاسل يونايتد ينصحهم بالتعاقد مع الجناح الدولي الجزائري واستغلال فرصة مشاركته لدقائق قليلة مع نادي مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي. ويرى كوليمور أنه يتوجب على المدير الفني إيدي هاو أن يبذل كل ما في وسعه لاستغلال فرصة ضم الجزائري رياض محرز لأنه قوي للغاية وسينفعهم بشدة، كما أن الجزائري رياض محرز دخل حسابات تشافي في نادي برشلونة الإسباني، حيث أن الأخير قد طلب من رئيس النادي لابورتا رئيس نادي برشلونة بالظفر بخدمات الجزائري في سوق الانتقالات الحالي. كما أن هناك أخبار صحفية موثوقة تقول بأن مالك نادي تشيلسي قد قرر خطف اللاعب الجزائري في سوق الانتقالات لأنه يرى فيه القطعة الناقصة في فريق نادي تشيلسي. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتواصل بكل جديد لحظة بلحظة والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.